النفاق ما حقيقته وما أقسامه، وهناك نفاق سلوكي ونفاق عقيدي، وأن لا نحن البشر أن نحكم على أحد أنه منافق، وكيف نعامل من فيه شعب وشعب النفاق. وأثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة خاصة من تعذيب الاختصار. السؤال في ولذلك في الوقت الضيق أجيب عن سؤال أو أكثر مما يتيسر، فهل شيء فيه هو التفريق بين النفاق العملي والنفاق الانتقالي؟ والنفاق العملي ممكن معرفته بسهولة بخلاف النفاق الانتقالي، لا يصعب ذلك إلا بقراءه المغلق لبعض الأشخاص. وهذه في الواقع قضية إذا فهمها المسلم ساعده ذلك على أن يفهم بعض النصوص من السنة، بدون ذلك الفهم لا سبيل إلى فهم تلك النصوص. مثلا القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم آية المنافق ثلاث إلى آخره. فهل هذا المنافق الذي اتصف بهذه الأوصاف الثلاث هو في الدرك الأسفل من النار لأن الله قال ذلك لا يسأل بصح؟ هنا البعض، فإذا لم نعلم أن النفاق اسمان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو رجل يبطن الكفر الذي يستحق به النار خالدا فيها أبدا، ويظهر الإسلام، يصلي معك وهو لا يصلي، وأن يصوم معك وهو لا يحل، وقد يحل ولا يحل معك، يتظاهر في العبادات ليسلك نفسه مع المسلمين. وطبعا هذا حينما تكون دولة الإسلام هي القائمة وهي الحاكمة، والعكس من ذلك أن لا يبقى هناك كفر، لا يبقى هناك نفاق اعتقادي، لأنه تلقن جميع الناس الدين لله والوطن للجميع، صار القضية فوضى حرية مطلقة. أما النفاق العملي فهو موجود دائما وأبدا، لأن باختصار النفاق العملي هو الإخلال ببعض ما فرض الله عز وجل على المسلم. فكيف يسمى هذا نفاقا؟ الأمر واضح جدا. فطلبنا آية المنافق أتبينه في الدرك الأسفل من النار يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فهو كافر في قرارة نفسه ولا يفيده شيئا أن ينهي الإسلام. وإلى هذه الحقيقة أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور بل متواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتم الصلاة والزكاة إلا بحقها وحسابهم عند الله. ثم لا حساب عند الله، الإسلام هو العهد، الإسلام الظاهر، فإذا ما أسلموا ظاهرا وكفروا باطلا حساب عند الله، يا أسلموا حقيقة وقصروا في القيام ببعض أركان الإسلام أو غيرها فحسابهم أيضا عند الله سبحانه وتعالى. فهذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر من السهل جدا أن نفهم أنه منافق أولا، وأنه في الدرك الأسفل من النار ثانيا. لكن عكس كيف ذلك؟ آية المنافق الثلاث إذا حجها كرمة، هل الذي يحدث فيكذب عادة هو كافر هو مخلد في النار كذاك المنافق نفاق اعتقاديا؟ الجواب لا. اذا لماذا سماه منافقا؟ لانه
يظهر خلاف ما يبطن، يلتقي مع المناسق الأول يعني نقطة أنه يظهر خلاف ما يبطن، ولكن على عكس المناسق المحارف النار لا يبطن الضلال ويظهر الإسلام، هذا يبطن الإسلام الآن لكن يظهر العمل بخلاف الإسلام. إن سألته انتهي الحرام ولا حلال إلا الحرام من اعتقاد يعني من قلب مش عن الاعتقاد عن عقيدة، وإذا وعد عقد إذا سألته الوعد وعد به الواجب ولا غير واجب إلا الواجب، وإذا خاف ما أخذ في رواية وفي رواية أخرى وإذا سمن قال إذا سألته عن هذه الصفات ومصائبها فهل هي في الإسلام تقر بها؟ يقول لا نعم يصير الغرام، إذن هو يعتقد بتحيل سليم، المنافق لا يعتقد بوجوب الإمام الإسلام، هو في قلبه يظهر خلاف ما يظهر لكن يظهر الشر ويظهر الخير. المسلم الذي يكذب مثلا هو يظهر أن يكذب الحرام لكن لا يعتقد الحرام، ففعله يناقض قلبه، فعل المنكر يناقض قلبه المؤمن، اما ذاك المنافق العكس من ذلك تماما. لذلك سمي هذا النفاق النفاق العملي، عمله على المنافقين الذين يظهرون خلال ما يبطنون، ويظهر الخيال عدم الامانه، يظهر الكذب خلاف الصدق، يظهر الى اخره، لكن هو يبطل على الأشياء محرمة وعليها الإسلام. فمن هنا كان هذا النوع من النفاق نفاقا عمليا. إذا لا يشكل علينا أن نستحضر أن معرفة المنافقين من النوع الثاني أمر سهل جدا، لأن كل من تراه مسلما لا يصلي فهو منافق. ليش؟ لأنه يقول أنا مسلم، طيب مسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، ما تصلي الله يتوب علينا، فهذا يفعل بخلاف ما يعتقد وذاك يعتقد بخلاف ما يفعل، ومن هنا التقيا في النفاق واختلف في صورة النفاق. لعل في هذا بيانا لهذه الحقيقة، وممكن فيما أعتقد أن يبقى بقية فيما تضمن السؤال السابق من تفاريع. إذا الصلاة على عملي ولا منافق عملي؟ أنا ما أحكي إلا عن منافق عملي. لكذوب الصلاة من كافر عملي. النتيجة واحدة، كفر عملي ونفاق عملي يلتقيان. ما في تصادم هنا. نعم. هل لنا أن نحكم على أحد أنه منافق؟ فقلت نفاق عملي ممكن، أما نفاق اعتقادي الله أعلم، إلا إذا كان هو ظاهر منه شيء. كذلك. الله أعلم. نعم. أسفل شوي، نعم. نعم. لا طفي، هذا تأكيد للحديث السابق، ليس إلا خالصا يعني عمليا. ما ممكن يا أخي نكفر نحن مسلم بمجرد أنه خالف الشريعة في معصية أو اثنتين أو خمسة أو عشرة أو مية. تؤكد النفاق الذي وصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو منافق خالصا يعني لا يشمل شيء بالنسبة لهذه الخصال. نعم. لا يشمل الإيمان، لا ما نتكلم عن الإيمان ولا نتكلم عن العمل. وهل تلتزم ما تقول؟ وهل إخلاص الوعد هو خروج عن الإيمان؟ نعم. اجتماع 44 والمية والألف كل المعاصي لو اجتمعت في موحد لا تؤثر فيه أبدا ولا في النار مع المنافقين أو الكافرين.